الله يسعد اوقاتكم حبايبي. اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير كيك كتير كتير سهل وبسيط واسرع واسهل من هيك كيك ما في بهيدا الشكل الحلو والرائع. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. اول شيء عنا 4 اكواب من الحليب، عيرت بهيدا الكوب بهيدا الحجم. بنحط كاستر، ملعقة، 2 3 4 5. حطينا 5 معالق طعم كاستر، ضيف سكر، ملعقة، 2 3 4. 4 معالق طعم سكر. يلي بيحب السكر منيح بيضيف 5 معالق طعم سكر. ما تنسوا في ملاحظة، بدنا نحط كمان البسكوت، والبسكوت عليه شوكولا يعني بيعطينا كمان حلا بالكاستر. بحركن تحريك مستمر على الغاز. بس اشتد عنا الخليط بهيدا الشكل منطفي الغاز. بعد ما اشتد عنا خليط الكاستر عنا هوني دايجستيف بسكت 300 جرام. بحط طبقة كاستر، طبقة من البسكوت، ممكن تحطوا اي بسكوت انتو بتحبوا بتفضلوا. بسكوت، بعمل هيك طبقات، ضل اعمل طبقات بهيدا الشكل ليخلص عنا البسكوت والكاستر. اخر طبقة من الكاستر. اخر شي بنعملهم بهيدي الطريقة ليلزق منيح البسكوت بالكاستر. بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد اقل شي 3 ساعات. هول الكاستر والبسكوت اللي عملتهم انا وياكم بعد ما حطيتهم بالبراد وجمدوا عنا منيح. نعملهم بهيدي الطريقة عشان ما يلزقوا بالقالب. شو بعمل؟ بشيل هول الزيادة اللي عنا، بعملهم بهيدي الطريقة. بدنا نطب القالب على الصينية اللي بدي زين عليها. هلا منزين بالكريمة. موجود عنا بالجط 150 ملي حليب بارد. بضيف ظرف كريمة مع شوكولا. بخفقن مع بعض على سرعة عالية حوالي 3 دقايق. خفقناهن بهيدا الشكل. بعد ما خفقتن عنا هيدي علبة الفيلادلفيا على شوكولا، ممكن تستبدلوها بنوتيلا. بدنا نحط فوق الكريمة، بتعطي نكهة كتير طيبة. حطينا 2 ملاعق طعم من الفيلادلفيا على شوكولا. برجع بخفقن مع بعض على سرعة خفيفة. خلصنا من خفق الكريمة، بنحط على الكاستر من الكريمة. بدنا نغطي الاطراف وسطح القالب بهيدا الشكل.
هيدا القلب بعد ما غطيناه بالكامل بالكريمة بهيدا الشكل. هلا بدنا نزين، نعطي زينة كتير خفيفة. زينا سطح الكيك بهيدا الشكل. هلا هوني عبيه هوني شوكولا جالاكسي. هيدا الكيك اللي عملته انا وياكم بوقت كتير بسيط. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.